في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل بيحكى أن رجل جه لسيدنا الفضيل بن بزوان فقال إن فلانا يقع فيك، في حد بيشتمك يعني، فقال والله لأغيظن من أمره بذلك، يغفر الله لي وله. قيل من أمره؟ قال الشيطان. سيدنا الفضيل عمل حاجتين لما سمع أن حد بيتكلم عليه في ظهره. حمى نفسه أولا من رد الإساءة بالإساءة، ودي من صفات أهل الجنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة. رقم اتنين ما تشلش وتهبد وقال إزاي يعمل كده، إنما حافظ على حالته المزاجية اللي هو بدأ بها اليوم، هو متحكم في مزاجه. ربنا يسامحه ويسامحني، وهغيظ اللي قال له يتكلم عليا في داري هو الشيطان. سيدنا الفضيل كان في قمة الوعي لهذه الحالة المزاجية، السكون اللي بادئ بيوم. الحالة المزاجية دي مرتبطة جدا في الشريعة بالنية والحال اللي انت صحيت عليه. عندك النهاردة امتحان مهم جدا في الجامعة ومحتاج تحافظ على تركيزك، او يوم الجمعة خارج تعزم مراتك والعيال وتبسطهم، او عندك شغل كتير ومحتاج تركز عشان تنجز، او عندك ظروف في البيت النهاردة حزن ولا فرح ومحتاج تقف وتساعد، محتاج حالة معينة مزاجية ونية انت بتصحى عليها الصبح. ما يجيش موقف عارض يفسد عليك حالتك المزاجية دي. من الحكمة لو جه موقف عارض التحكم والحفاظ على مزاجك ونيتك وحالك اللي انت حاطت نفسك فيه لتحقيق ما تريد. مشهور جدا موقف انك انت تبقى رايح تاكل في مطعم والجرسون يعاملك معاملة مش كويسة، او تبقى بتشتري في محل واللي بيبيع يعاملك معاملة مش كويسة، او العكس تبقى انت البياع والزبون يعاملك معاملة مش كويسة. فانت الراجل الجرسون ده عاملك معاملة مش كويسة، فانت عندك اختيارين، يا تروح معاه في تصاعد ده مطنشني، وبعدين تفتكر كده ده في ناس كتير حواليا مش مدياني حقي وانا دايما بسيب حقي كده، وتغرق في حالة سلبية جاب التاريخ كم الناس اللي اساءت ليك، ويبوظ اليوم وتدفع فلوس على الفاضي لا انت انبسطت ولا مراتك ولا العيال. او تتعامل مع الموقف بحكمة، ترد عليه بمناسب للموقف بمنتهى الذوق والادب، وتاخد طلبك وينتهي وتكمل يومك في جمال نيتك وحالك مع مراتك وعيالك، ولا شغلك اللي انت رايحه، ولا امتحانك اللي وراك. وانت في طريقك للشغل الدنيا زحمه والناس بتسوق ببلطجه، بدل ما تقعد تقول البلد زحمه وحالها مش هينصالح، انا طهقت بقى، لغايه امتى نفضل كده؟ بص انت عمال في دوامه الفكره، هذا التصاعد بيكسر همتك لتحقيق يوم مليء بالانجاز. او استنى، انا في حاله معينه نازل بيها من البيت عايز اوصل بيها للشغل عشان اعرف اشتغل، قدر الله ما شاء فعل. تشغل نفسك بالذكر، تسمع حاجة في العربية تلهيك وتخلي عقلك بعيد عن اللي بيحصل حواليك، ده أنت أقوى من تغير حالتك المزاجية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على اليهود قال السلام عليكم، السلام عليكم، فقالت السيدة عائشة وعليكم السلام واللعنة، وقال النبي وعليكم. ثم قال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، السلام يعني الموت. فقلت له يا رسول الله ألم تسمع ما يقولون؟ قالوا السلام عليكم. قال ألم تسمعي أني قلت وعليكم؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قمة، أنا مش عارف أمدح النبي يعني، هو أعلى من كلامي عنه، الوعي والسكون والحفاظ على حالته الشريفة العظيمة. إحنا محتاجين بقى الكلام ده في وسط زحمة الحياة. وعلى فكرة الإعراض والحفاظ على الحالة المزاجية من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في حالة من السكون بيبحثوا عنها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا في دلوقتي شيء ببني جوايا من السكون، ما تبوظوش، أنا محافظ على حالتي المزاجية. لما حد يفسد عليك بقى هذه الحالة أو يضايقك وتحس أنك أنت طلعت من الحالة اللي أنت فيها من تركيز أو سكينة أو حتى استبشار وإقبال، رقم واحد خش في خلوة الذكر دقيقة بس كده، أذكر ربنا، استغفر ربنا، أو أقول لا إله إلا الله، أو استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك، شوف حد بيزقك كده إيه بيستفزك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فادخل في خلوة ذكر كده تسبح فيها أو استغفر أو صلي على النبي 100 مرة أو أي ذكر. رقم اتنين، لما حد يطلعك من الحالة المزاجية اللي انت بادئ بها اليوم، ذكر نفسك بالمقصد الأكبر والإنجاز اللي انت هتندم لو روحت من غير ما تعمله، سواء انك انت تصرف فلوس في الخروجة بقى واتخنقت بدل ما تروح وانت باسط نفسك ومراتك وعيالك، او حتى حد أفسد عليك إيمانياتك اللي انت عمال بتبني فيها زي الجبل،
أو تخلص يومك وإنت قلبك مقبوض وراجع ما أنجزتش في شغلك، كل ده بسبب موقف عارض وإنت كنت نازل عندك همة زي الجبل. فلا تجعل حد أو موقف يفسد عليك حالك ونيتك، وخليك قوي في التحكم في حالتك المزاجية. اللهم أنزل علينا السكينة واجعل قلوبنا معك مهما تبدلت الأحوال، وطمئن أرواحنا بذكرك في كل حال.